والكرسي بالنسبة للعرش كذلك هو كحلقة فيه فلا بالنسبة للعرش، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي يكون على عرشه؟ الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. العرش كالقبة على الكون وهو عرش الرحمن. في آية الكرسي يقول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي كما صح في تفسيره أنه موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، هذا الكرسي. وما السماوات والأرض كما في الحديث الصحيح: وما السماوات السبع والأراضون السبع وما بينهما إلا كحلقة في فلاة. إلا كحلقة في فلاة يعني في صحراء، يعني هذا الكون السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن كلها إذا قيست بهذا الكرسي الذي هو موضع قدمي رب العزة والجلال، إذا قيست بهذا الكرسي ما هي إلا كحلقة، حلقة كما ورد في الحديث من حديد، صفرة من حديد، حلقة كحلقة في فلاة صحراء. فكذلك الكرسي بالنسبة للعرش، الكرسي بالنسبة للعرش كذلك هو كحلقة في فلاة. هذا الكرسي الذي تعتبر السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن كحلقة في فلاة، فالكرسي يكون كحلقة في فلاة بالنسبة لماذا؟ للعرش، لعرش الرحمن. فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فكيف بعظمة الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق هذا الكون كله بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، وكان عرشه على الماء. فالله سبحانه وتعالى عظيم جليل كبير، ولذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى، من تعظيمنا لله سبحانه وتعالى أن نطيعه، أن نمتثل أمره، وأن نجتنب نهيه. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعلمه واسع ولا يخفى عليه شيء، وهو عظيم جليل كبير سبحانه وتعالى. فلذلك يعبد حق عبادته ولا نشرك به شيئا. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان راكبا ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال لها عفير، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق الله علينا أيها الإخوة أن نعبده حق عبادته، ولا نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى، لا نصرفها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء. إذا دعونا لا ندعو إلا الله، وإذا استغثنا لا نستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، إذا استعنت فاستعن بالله. فكل العبادة تصرف لله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا عرشه، إذا كان هذا عرشه، إذا كان الكرسي الذي هو موضع القدمين فقط، هذه السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن هي كحلقة في فلاة في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك هو كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي يكون على عرشه؟ الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى.